يا الله يا ريتال، خلاص زهقت منك. كل مرة تاني تمسكيني وتعملي الحركات المتخلفة دي يا بنت يا بنت ما. عموما مش كفاية ان انا عملتلك حاجة كان هتخليكي تبقي ليكي سيطرة؟ مش كفاية كل الكلام ده يا بنت ولا الخدمة ولا الخدمة دخلت وطلعت من يا عموما مش عايز اقول لك غير انك صح. ما انتو خلاص، لا يا بنت سيبيني خلاص، انت اللي عايزة ده فانا هديك ده.